لاعبي صقر أكادير، ثقتكم سيداتي سادتي. برافو. ده عرفان وامتنان، شكرا المجلس الجماعي لأكادير. الحمد لله التتويج هذاك اللي كنتسناو سنين هذه، كاس العرش الاعلاميين، كاس الغالي على جميع المغاربه. الحمد لله تمكنا من نجيبو لمدينه اكادير. هذا فضل سيدتي سادتي للرئيس المجموعه الاولى سيطاو ونتوج ان شاء الله الاصدقاء ديالي كاملين، الميداليه الحاسيه والرتبه الثالثه، اللقب الغالي علينا للبطله واللقب للفريق. الحمد لله احنا فرحانين، فرحنا معنا الجهه السوسمسه، وان شاء الله نعاودوا لها نعطيوها شي القاب خفيف. ايضا غارت والرتبه الاولى ايا اختواكي. واه كما تعرف حنا تاريخيا حنا وصلنا للنهايه ماشي المره الاولى هذه، ولعبنا تقريبا واحد سته ديال دومي فينال ديال كاس العرش، ولكن ديما الحظ ما كانش من صالحنا، ولكن الحمد لله هذه المره بالمجموعه الحمد لله تمكنت من ظفر بالكاس الغاليه. ان شاء الله مره اخرى نعاود نجيبو باذن الله المدرسيه. السلام عليكم، حمد النقاد مساعد مدرب صقر اكادير لكره القدم داخل القاعه. كان خطيب الزهراء مهريس سعادة بعد التكريم للمجلس الجماعي للمدينة والساكنة دكادير، وحنا فرحانين لهذا الإنجاز اللي درناه التاريخي لأول كأس عرش العزيزة على المغاربة كلها كتدخل لهذه المنطقة، وهذا شرف لنا باش نشرفوا المدينة ونكونوا من أول الأوائل في هذا الإنجاز. وهذا ما جايش غير صدفة، راه كان شغال لمدة سنوات وحنا كنشتغلوا باش نحقوا يا اما البطوله يا اما الكاس، وهاد السنه الحمد لله راه توخلنا باش تمكننا نحقوا بالكاس، وهذا شرف كبير لنا، شرف كبير وكنشكروا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.